بسم الله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنركز على قانون الله فيما يخص المستهزئين برسوله الكرام عليهم السلام والمستهزئين بهذه الأمة، الأمة الراشدة المباركة لذاتها ولأفرادها وللكون بأسره، لأن الأمة هذه يشع منها نور وهبه الله إياها، والله هو النور على نور. مثلا ناخذ الآية 10 من سورة الأنعام، لبست قل ربي يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لطمأنتي ولإعلام العلم الصحيح الرباني وإعلام لنا كذلك، احنا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعطيه ربي لنبينا عليه السلام نأخذ منه قبسات من نور محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد استهزئ برسل من قبل، وهذه وقعت في القرآن عدة مرات، لكون ربي دائما يتعامل على حسب نفس القوانين، مش قوانين الطبيعة، قوانين الله الطبيعي من خلق الله. ولدائما يرجعنا إلى قوانين الطبيعة، كله هيهات، أنت جاهل، ليست الطبيعة أنا جعلت لنفسي قوانين، بل الله ركز وغرس قوانينه على كل شيء بما فيه الطبيعة. الطبيعة لا نجم، اللي برشا ناس يعتبروها هي الإله، سوا ناتشورال، ريسبكت لا ناتشور، نعود إن شاء الله.